حياكم الله مشاهدينا من جديد وليله جديده من برنامج على السيف. حصل غاني مساء الخير والحمد لله على السلامه. مساء الخير عبد الله وحمد الله يسلمك. مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم، يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم على السيف وحلقه ان شاء الله مميزه متابعتكم والضيوف اللي بينورونا خلال الدقائق الجايه. بنت الرياض، شلون الرياض؟ الرياض خيال. الله. خيال خيال خيال. والله يا جماعه قبلها وقع نسولف عن بوليفارد، نقول شلون طلعت شكل الاضاءات اول ما تدخل. مو بس المكان، يعني انا رحت البوليفارد القديم بعد. عليكم بالعافيه اخواننا. اي والله، يعني احنا نغبطكم على هالاماكن الحلوه اللي عندكم الصراحه، يعني نتمنى تكون عندنا مثلها. ايه. بس لا قريبه الرياض، يعني مو ما يمنع ان احنا رايحين وراجعين عليكم. نروح لكم عادي، ما عندنا مشكله. شلون الجو هناك؟ كان براد؟ براد والله، بارد الجو. بالليل؟ لا، نفس الكويت. نفس الكويت. حلو، ممتاز، عليكم بألف عافية طبعا.